شوف خالتي. بس ادري بان زوجتك ومالتك مالك عليها، لكن لنا حين ما عرست خالتي مالك يعني خلاص استوت زوجتي. اسمعني عادي يا اسماعيل، زوجتك يوم بتحن لطبول هنا قدام الباب في الفريج ويسمعونها خلق الله، والجدور تحن بذبايحها وخيمتك مشرعه، هاك الساعه اقول حرمتي. عفا عليك يا خالتي، انت بس اعطيني مده كذي سنه سنتين وكل شيء بيتحقق ان شاء الله. ايش حالك اسماعيل؟ ما شاء الله يا رب تحفظ لي هالبنت يا رب. مشكور يا اسماعيل. اسماعيل قبل لا تغرد على البنيه ابغي اقول لك شيء. قولي. بس يا الغاليه مو بشان مكياجك زايد شويه، ترى انا ما استحمل اغار. انت انا اللي ارمسك تطالعني شين تفركش لك؟ زين خالتي الله يهداك، ايش حقه طالعك وانا جاب حرمتي قدامي؟ بعدين انا لاحق على سوالفك خالتي وطبولك وعيوش ولحم وهاي. مايا لا تسوين عذول. هي بس اسماعيل لازم يعرف. اعرف شو؟ ما حلك منها اسماعيل، هاي امي تبى تسوي بلبله. انا ابغى اسوي بلبله؟ زين يلا عاد راويني انت، قومي بلبلي عليه وفهميه وانا ساراي بالمدخن. شو قولي له؟ ما قولي لي شو السالفه؟ بقول لك بس لا تطالعني كذي، انا تراني بشتغل. نعم بتشتغلين؟ تخبلتي انت، تخبلتي انت، هدي نفسك قبل، الشغل مو بعيب. لا عيب، بعدين انا ما احبك تتكشفين على الريايل، ربي عيالك ولسي ببيتك احسن لك. وشهادتي الجامعيه شو اسوي بها؟ بتدرسين فيها عيالك. اسماعيل عشان خاطري انا مليت من اليلسه وابى اشتغل. لا قلت لك لا، انت تعرفين ان اي واحد يطالعك بنظره واحد بذبحه بقتله، ما استحمل ما اقدر. انزين بشتغل في مكان هادي لا فيه لا موظفين ولا مراجعين، في مكتب بروحي. لا يعني لا، بعدين خلينا نسيم تمشى شويه. ما احب اتمشى معك، البارحه صافع واحد لنا طالعني، نصير مطعم احسن. لا بنتمشى يعني بنتمشى واشوف واحد يسترجي ويطالع. على شو اتفقتوا؟ خالتي بصراحة احنا اتفقنا ان ننسى شيء اسمه شغل، انا ما عندي حريم اشتغلن بصراحة. بخبرك اسماعيل تراك مصخيتها وزوديتها اكثر عن اللازم، شوفيها لو اشتغلت وكدت علمها. ايه السالفة فيها مكدة لك خالتي، قولوا من الصبح كذي. وشوفيها يعني حرام ولا ممنوع؟ ما بحرام، بس عندي انا ممنوع لاني زوجها. هي بس انت البنت ما اشتريتها، بتشتغل يعني بتشتغل لين ما تاخذها بعبادتها. انت وهدوا عماركم لا تصرخون. يود احترق، قصدي تدخن، تراك دخنتني وطلعت الدخان من راسي. ما ابغي اتدخن. شوف عاد بتزعل ولا ما بتزعل على كيفك، ترانا احنا ساكتين ومحشمينك. بخبرك ذبحت البنيه صاك على نفسها، لا تطلعين لا تعدلين لا ترمسين لا تلفتين، ما صارت هذه. بخبرك بنتي بتشتغل يعني بتشتغل ولا طلقها. لا خلاص بتشتغل تشتغل، بس من الزواجها خلاص تودر الشغل. زين ما عندي مانع. ايه بس انا عندي شرط واحد. وشو هذا الشرط؟ ما ابغيها تداوم في مكتب في ريايل، ما ابغيها موليه تحتك باي ريال، واذا احتكت باي ريال بذبحها بقتله. انزين موافقه بس انت هدي نفسك. عادل خل اغراض الحين، انا جايبين لك شباب تتريق وياي. زين ناكل اخر شباب في الدايره مع بعض. أقول لك عادل، يوم ما تطلع أنت بيعطوني درجتك. والله تستاهل يا مسعود، أنت ابن حلال وماشي جنب الحيط. في جنب الحيط يعني أنت طالع الحين هنا؟ يا أخي مش قصدي، قصدي إن أنت راجل طيب وعلى نياتك. يعني تقدر تقول إني أنا حمار وينقص علي، أخص عليك يا عادل أخص عليك. بقول لك إيه، خلينا نسيب البلد وأنا راضي عنك. والله ما تقوم، والله ما تقوم إلا تكمل وياي. يا عم الأهباب مش شباب. أقول لك دليت أغراضك؟ أه الحمد لله، بيت الحاجة هيبقى شلت. الله يخليك، اكتب لي العنوان. ماشي نوكال جنب.
شاء الله نزورك وزورنا. ورقم التليفون اهو، يبقى اتصل بس. الله يسلمك، مش خط ما يعرف، كتابتك ضعيفه. يلا ماشي الحال، وسلم عليهم كلهم ان شاء الله باذن الله. مسعود الله يسلمك، اخر جبابه ان شاء الله. ما شاء الله عليك، عندك واسطه قويه. نحن في الحقيقه ما نروم نرد اي طلب لابو سعيد، حاضرين من باكر، تعتبرين نفسك مداومه ان شاء الله. وين بتكون عاد؟ ممكن اعرف؟ قسم الحسابات، واحد من الاخوان ترك الوظيفه، بنحطك ان شاء الله مكانه. بس اكيد بتعطوني مكتب بروحي. مكتب بروحك؟ ما اعتقد يا مزنه، انت توك متوظفه ودرجتك ما تسمح انه يكون مكتب بروحك. بتداومين ويا واحد من الاخوان. اي بس تدري ايش فيك؟ في شيء؟ رايلي ما بيطيع، شرط علي اي لسم مكتب بروحي. ليش عاد؟ يغار علي. عفا لا يا مزنة، الدنيا بخير، المواطنات ما شاء الله عليهن الحين تارسات الدوائر في المؤسسات كلهن، وحتى في القطاع الخاص تلقينهن. طمني رجلك، قولي لي اطمن، شبابنا هني ما شاء الله فيهم الكفاءة وفيهم الخيرة، وذربين طيبين، ما ينخاف عليك منهم. ما بيطيح أعرفه، أرجوك هذا شرطه، حطني في خن في بخار بس بروحي. المشكلة ما عندنا يا مزنة، اسمعيني انت، اذا سالت قولي لي اعطوني مكتب بروحي، لين ما ادبر لك مكتب. متى عاد؟ ما ادري يا مزنه، اعطيني فرصه، يمكن انقل موظف من مكتب الى مكتب ثاني، هذا الحل الوحيد اللي عندي. انزين، ما قصرت يا ابو سلطان. القصور يا داك، باكر وانت مداومه هاتي لي باقي الاوراق اللي ناقص طنك. مشكور. تفضلي. اقول مزنه، تعرفي على مكتبك، مري رابع مكتب على يدينك اليمين، بتلاقي موظف اسمه مسعود، سلي عن اي شيء تحتاجي له، وتعرفي على الشباب وشوفي مكتبك والوضع في الدائره. ان شاء الله. يلا حييك. لو سمحتي لو سمحتي، ما شفتي سوسن؟ نو سوسن. شنت مو موظفه معانا؟ انا موظفه جديده، بس ما اعرف الموظفين. ما شاء الله موظفه جديده، ان شاء الله بس عندنا في شؤون الموظفين عينوك. لا في الحسابات، انا ابنك. الحسابات، يا حظك يا مسعود. والله بلادنا تطورت وقامت تصنع صواريخ. ايه عادل، كل الكراك يخطون عادل. ماشي بلك طم حط اللي هو الثالث هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله خاصرتي وابوي وبطني اختي. سلامات سلامات ان شاء الله. أنت مسعود؟ إيه خير. أنا موظفة جديدة. موظفة جديدة وأبوي الله. وبين حمام مرة علينا الموظفين هنا. أنت إذا تبغين شيء سيروا شو الموظفين. يا الله ترى الحبل الشوكي انقطع عني. لا أنا موظفة جديدة وهذا مكتبي. يا الله وظهري وبطني. موظفة جديدة؟ أي مسرح ما وظفوا حد مكان عادل؟ بعدين تعالي، ما كنش قلتي هذا مكتبي؟ هي نعم، المدير وعدني يعطيني إياه. شو يعني؟ وأنا وين أداوم؟ برا عند البوابة؟ ما أدري، مو كن المكتب فيه ريحة؟ شي ريحة بعد؟ اسمع أخويا، أنا حرمة منظمة وأحب الروائح الطيبة والنظافة، وإذا بتجلس عندي في المكتب فخلك معايا على الخط والتزم رجاء. مزن أمي يودي هذا عطر غاوي حصلته، خذيه وياك. مشكورة. هذا أول يوم أداوم فيه. وانتي بلاش متراوح؟ مدري. اسمعين ما اتصل بك؟ اتصل ولا 20 مرة، شفت رقمه على الكاشف ما رديت عليه. سمعي أنا بخلي الموبايل في البيت عشان ما يأذيني في الاتصالات والأسئلة. زين تسوي كذي يا باج، وتحملي تقولي له أني أداوم مع ريال. ما بقول له، بس انتي بعد قولي حق مديرك يدور لك مكتب روحك، ما في ريايل وبسرع وقت. إن شاء الله. يلا عيلي يلا سيري الله يوفقك. حشة ما بريال هذا بخبرك.
والحرمل بيموته. زعادة في الوزارة بعد حرمل يبوه مسود. ما عليه يا مسعود، مو بكل مرة. منو كان وياك في المكتب؟ صدري واحد واحد، يلا تيسرت أموره. الحين بندخن المكتب، هات امسك ساعدني. جايبه معاي دخون زين من جبل علي. من جبل علي بعد ما يبتي براجع يكون نيلس نقرض. يا مسعود ما له داعي هالكلام، انت تكلم وحده جامعيه. جامعيه تب دخون وتب يدخنون هن، ما بتبين بعد تلي يكون نخدم. وبعدين عاد يلا ابى اشتغل. زين اشتغل حد ما ودنش. وين هالشغل؟ مو بلازم حد يعلمني؟ انا شو دراني؟ المفروض اللي يبنى شو يعلمش. اوف يعني شو؟ ما في خطه عمل، ما في تدريب، ما في نظام تثبيت. الله يثبتنا ان شاء الله على العقل والدين. مرحبا. هلا. انا جاي اسلم على الاخت. انت شو خصك؟ نعم اخوي، في شيء؟ اتفضل اتفضل. ان شاء الله. فاضل اشوفك من رحت. انطب انطب، نحمل علاقات العامه وجايين نتعرف عليك انا واخوي محمود. نعم تتعرف علي؟ قصدي جايين نصورك عشان النشره الشهريه مات الدائره، هذه سياسه العلاقات العامه. وعشان بعد يتعرفون عليك باقي الموظفين. لا مشكورين، ريلي ما يطيع. انت متزوجه؟ فاضل خلي البنت وسر في شغلك. مسعود خلك في شغلك، مدير العلاقات العامة طالب مني كشف الموظفين ليداد، خلك في شغلك. صدقك يا فاضل، والحين تعالي معانا عشان صورت. لو سمحتوا تطلعون من هني، ريلي لو شافكم عندي بيملحكم. هي نعم، ريلي عنده حزام اسود بالكاراتيه ويعرف تايكواندو. موسى علي ما كلم حد وقال لي اي واحد يتحرش فيك بس علميني. اسود وكاراتيه. على العموم التصوير مو بلزامي، مو بلزامي هو. مسعود ما راح نروحك ابوي، مع السلامه. زين اطلعوا برا. زين سويت فيهم، ترى هذين من يشوفون الحرمه يجون يتيامعون. زين يوم خوفتيهم. انا ما اخوفهم، انا اتكلم جد. ايش يعني تتكلم من جد؟ يعني رايلي يلعب كاراتيه ويغار علي من النسمه، واللي يمسخها معاي يغسل شراعه. انا راسي عورني. زين ما قلتي له عني؟ ان شاء الله قلتي له عني ولا ما قلتي له؟ اسكت، انا قلت له بداوم في مكتب بروحي، ولو درى انك تداوم معايا بيغسلني وبيغسلك غسال. بعد في غسال. زين متى ما اخذ الحزام الاسود؟ من شهرين بس. من شهرين بس؟ زين انت كم هدي يعني قبل ما هدي لي قلتي لي انا داوم وياي موظف، يعني خاف يعفد علينا ويسوي بي شيء؟ لأن المدير وعدني إنه ينقلني مكتب بروحي. قول إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله روح تمي في المكتب. ها مزنة، ما صار شيء كذي ولا كذي في الدوام؟ أنا بنتك يا راشد، شو هالرمسة هذه بعد؟ شو كذي ولا كذي؟ الله يهداك يا خالتي، أنا أكلمها هي. يعني ما حد دخل المكتب، ما حد اتطفل عليك؟ لا ابد، دايره محترمه. عيلش حق ما شليتي تليفونك وياك؟ شوفي كم مسكول فيه، عيزت وانا اسبوعي تدقق. نسيته، وبيني وبينك احسن عشان ما اشغل نفسي بالتلفونات، شو بيقولون عني؟ عدل كلامك، هذه الوحده تحط عينها في شغلها وبس. اما وحدتي اللي تبتسم حق هذا وتضحك حق هذا وتقول هاي حق هذا، حز الله اطرحنا فيها. أف عليك يا إسماعيل، وراك حرمة. زين مزونتي ما قلتي لي شو المكتب مرتاحة إن شاء الله فيه؟ مكتب حلو وشرح وبعيد عن الموظفين. هي توج تصدقين يا مزون، البارحة طول الليل حاولت أرقد ما قدرت، ذبحني الأرق والتفكير، كله أفكر إن حد من الموظفين يقوم يعفد عليك في المكتب ويطلع عليك. سويت الكاتا 50 والكاتا 60 والكاتا 70 وبعد ما يعني الرقاد. وين بيك الرقاد وانت صارت 30 كاتة ما ادري 40 كاتة يا ابوك حشن ضحكت.
ليش ما تردين؟ خلها، هذه ربيعه السلوى. لا ردي عليها الحين، لا تجلسين تلعبين بظنوني يا مزنون. خلاص سكت. لا ردي اتصلي فيها، مزنون اتصلي فيها ولا ترعاه. شو هاي يا اسماعيل؟ عيب عليك تتكلم كذي، الرجال اللي ما عنده ثقه في نفسه هو اللي غار. خالتي خالتي الفلسفه هذه خليها حقك، ردي اتصلي. شوف ردي. يسيرون تينا مدخلين حديقة الحيوانات، قصدي غزلان يعني. شنهم أول مرة يشوفون جنس ناحب، شبلها ما ديرة. هذا عطيك حبيبي مال الوردة. من عطاك الوردة؟ هذا وردة مال الحبيبي. يب 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 وردة مال الحبيبي. مرة ثانية إذا شفتك يا برد بحطيها في ذنيك، سمعت؟ يلا تجلو. أنا إذا تميت على هالحالة ريلي بيذبحني وبيقطعني تقطع. أنت أذيتينه يا ريلي الشهادة، كل ما قلنا لش قلتي ريلي، كل ما قلنا لش قلتي ريلي، ترى أنا في القلب ما أتحمل حد يروعني. يا مسنة مسنة يا أنا ريلي في الطابق وسأل عن مكتبك شوية واصبعني مطرح. ليه صفعك على وجهك؟ قلت له انت منو وش يخصك في البنات؟ قام اصفعني الحين جاي في الدرج. مع السلامه. زيارة مفاجئة. بلاش تنهينا شي. من التعب، من كثر الشلوى الحط. لا أنا بس قلت مرة أتأكد شوي وأطمن. شقد تقولي لي إلا في الوزارة شباب سمتين ورياعين عدلين، توني صافع واحد عوي. صفعته؟ إيه عيل. أقول له وين مدام مزنة؟ يقول لي حتى أنت يا بروتس تسأل عنها. هذا معناته إن كل الوزارة تسأل عنك. مكتب منو هذا؟ تطمن، هذا كان مكتب واحد ويوم داومت شلوه وودوه مكان ثاني. ها ايش رايك في المكتب؟ لا حلو. عيل قومي، انا عايز منك على احسن مطعم. وين اروح وياك؟ انا عندي شغل والدوام ما انتهى. يا بنت الحلال ماشي، باقي على الدوام ثلث ساعه، قومي نسير. اسماعيل لا تجلس تخرب سمعتي، انا ما بطلع الا على نهايه الدوام. على ابوي بترياك، خلصي شغلك وانا جالس. اسماعيل مو بحلوه جالس مجبلني، ارجوك سير انت وانا بالحق. قول لي اي مطعم. لا ريلي على ريلك. وبعدين انت ليش ما تبغين تطلعين وياي؟ تتفشلين مني ولا ما تبغين الموظفين يشوفون زوجك مزنوه؟ لكن قالت لهم انك انت عزبه. حش علي، الكل يدري اني متزوجه. علي يلا ابوي شلي شنطتك وقومي نسير المطعم ناكلنا لقمه. يعني لازم؟ ايش قايل؟ مو بنتي قايله ان اول ما داوم بعزمك على مطعم على حسابي؟ ولا كلام الحريم ويمحوه النهار؟ يلا طف قدامي. يلا انا بسير معاك نتغدى بالمطعم. ايش رايك تعزم امي؟ لا ادخيلك ادخيلك، مفرق الجماعات خليها تتغدى بروحها اليوم. يلا بي امري لله، بسير اتغدى وياك بالمطعم. تفضل قدامي. مسنة اسنانه في الخسنة. زار زار ليش تتفضحني قدام الناس قدام الموظفين؟
رايك نركب سياره واحده وعقب تردني هني؟ لا انا اقول كل واحد يصير في سيارته احسن، لانه ما فيني ارجعش مره ثانيه هني. انزين. او تعال، نسيت شيء. شو بعد؟ نسيت ملف ضروري لازم اقراه عشان باكر بسوي الاختبار. زين نسيني يبه مع بعض. خليك انت هني، انا بسير يبه. شنو شو عندك وخاشتنا عني؟ تبي تتخلصي مني؟ شو عندك؟ محش علي. نحش وسطك يا الكذابه. لا يكون في شيء وخاشتنا عني مزنوق، والله ليش نكتب عباتك في نص الشارع؟ يا ريال ما في شيء، عساني ما انجح في الاختبار. طف قدامي، خلي الملف يولي. طف قدامي. أنا في الخزنة ويا أصحابي أقرأ كتابي. مزنة مزنة ويهد مزنة ويهد يهد إبليس. مزنة افتح الخزنة. مزنة خلص الهوى عمي، خلص. مزنة لقيت تلفون وبرد على جهاز الخزنة. عشان قلتي بتدفعين الفاتورة نفسك انسدت. لا ما شيء، بس أنا بفكر بحياتي. حياتك ما فيها شيء. عندك زوج المستقبل يحبك موت، كل البنات تموت عليه بعد. حنون وعشري وصبور وغيور. عاد في هذه أظني معاي حد. في حد يشوف الجمال هذا كله ما يغار. والله يا خوفي هالغيرة توديني بداهية وادخل السجن بسبتك. عاد اطمني، من هالناحيه ما بنتي اللي بتدخلين السجن، انا اللي بدخل السجن، لاني ما استحمل اشوف حد يشوفك بعينه، بقتله بذبحه. الساعه الحين 3:15، مو بيلا؟ زين خلينا بنحلي على الاقل. ما له داعي، انا تعبانه، بصير ارقد. زين على الاقل كوب شاي بس. انزين شاي شاي، بس استكان عشان تشفطها مره واحده. بس حسبي الله ليش الحين هذه سالفة تسوينها؟ الساعة 3:30 وأنا داخل. مزنة يا مزنة، هاي من العيال بعد تتصل، منو بارد عليها الحين؟ أنا داخل. تغدى وتغدى طفريت أنت بالغدا، تغدى ما أقدر. هاي بعد ما عندها سالفة متصلة الحين. مزنة يا جماعة بطلوا الباب، رنم فاضل فاضل فاضل، تعبت انا حركت داخل حركات فاطمة تصاب. رفاق يا رفاق رفاق رفاق. وويه صدري انطر صدري ويهي ويهي بسم الله ليش مزنة ويهي صدري ضبط لي الحديد في صدري ضبط لي الحديد في صدري وخشمي وخشمي العفص خشمي. عيل يلا اسماعيل خليك على اتصال، مع السلامة. الله يحفظك ان شاء الله، انا بحاول امر عليكم المساء ان شاء الله. بترياك لا تتاخر علي.
شيبة ما يطمن، أخافه يفطس داخل الخزانة، وهذا ما بيفج عني. لازم أسير البيت، ماشي فايدة، بيتم لاحقني لين ما وصل. الحق السيارة هذه. ما ودي انا اروح بيدي غدا يا اخي. شو تغدى سير بعطيك كمية امية. وقف وقف وقف. يلا. مزنة أبرك تنفيش يا مزنة ولا فمن يا بدش إن شاء الله. الله تدوس شترين لو أنت سار البيت. أنا من شفته ما تركعت لأني شايف بنت الشيطان وأبوي مزنة. يلا استدعي علي. هذا يا زاي اللي جاي أركض أفش عنك. مزنة رديت أمن يا بدش، رديت علي الروح، بطلي عني، طلعيني من داخل، تخيلي شو تطلعيني، تخيلي. الله يخلي شو يخلي أمش، بس عادعيت على أمش أنا بس حينه. الله يبارك فيش في أمش ومن يا بتش يا الدش، بطلع عني الباب الله يخليش، بطلع عني يا الله. الحمد لله مثلا عادي أربع حين أروح داخل وين أروح؟ أنا في هذا وايف وايف معلوم. ما اقدر اعدل الخزنه، الخزنه في جيله. يعني شو ما تقدرين؟ شو اسوي؟ باب الخزنه على الارض، لازم اجلب الخزنه. ما يخصني انا، سوي اي شيء، طلع عضلاتك على الاقل. اسيره يجيب السكيورتي يساعدني. شو تبين السكيورتي بعد؟ تفضحينا قدام الناس، لا تبين السكرتي ولا غيره. استري علينا يا بنت الناس، تفضحينا قدام الناس وقدام الموظفين. انزين اتحرك ساعدني. كيف تبغيني اتحرك؟ انا قادر اتنفس الحين.
الدرجة؟ لا، أنت فهم غلط. بس بقول بفهمك. اسمح لي أنا أفهمك وأعلمك كيف الواحد يصون شرفه. سلامتك سلامتك. شو اسمه؟ مسعود يمه. سلامتك يا مسعود، ما تشوف شر ان شاء الله. منو هاي؟ هذه الوالدة. دام الوالدة انطبي. سلامات بعدايه وسلامات. انا بشتكي بوصل عند اكبر قاضي، وبوصل حتى عند قاضي المرور. وابوي واجسمي ما اقدر اتحرك، حسبي الله عليه ان شاء الله. كله مني، سامحني يا مسعود. شو سامحش؟ فرشيت انفي انا حتى سامحش؟ طلع لي مجبس من فوق لين تحت. وابوي واجسمي ومصاريني يا الله. حسبي الله عليه من نسيب اندوج قم كفخن مسطع الريال اللي خلاهي هذه كان ما كفخن على راسه. ما عليه، يزاه وبياخذه. وين بيصير؟ بياخذ يزاه ان شاء الله. حسبي الله عليه من نسيب فضحنا في الريال. حتى انت بعد لازم تاخذين جزاش. انا وانا ثري شو سويت؟ شو سويتي؟ تقول شو سويت؟ هذا اللي هي الثور هايج في الدوائر والوزارات لازم يتحاسب. ونزين انت يوم عندكم الحين بنت تغارون عليها، ساقم خلي الناس تشتغل، كان خليتها في البيت. كل منش انتي، انتي اللي قلتي له اشتغلي واشتغلي. زين الحين كذا تكسرنا. وابوي وظهري وبطني، انا اخاف، خاف اللي طلعوني تقاعد السب العاهة المستديمة هذه اللي فيه. يا الله، انا مستعدة لأي تعويض، بس الله يخليك ما فينا عن محاكم القضايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شو اخبارك حجي؟ مثل ما تشوفي. لا لا، انت بخير الحين، عاد ما يحتاج هاي، خلاص بنشلها. تبطلونها؟ هي خلاص ما عليه، شويه راسك. شوي ما عليه ما عليه ما عليه. شو اخبار ايدك؟ والله زينه. مثل ما اشوف. شو اشوف؟ ما اقدر تعلق فيها انت بعد ما يهمك. زين ما عليه، عطني اشوف. تركت الدلع وايد. لا لا عاد، لا لا الحمد لله بخير. زينة الحمد لله. بس الحمد لله في الليل، في الليل شوية تو يعني. لا لا ما عليه. لا لا زينة إن شاء الله عقب يومين شي بالطيب إن شاء الله. عقب يومين ما فيك شيء، ما فيك شيء، تستاهل السلامة. الله يسلمك. أشوف أي شوي شوي. سلامات. شوي ينغزني. ما عليه بلا عينك. من زمان هاي. خلاص لا لا إن شاء الله، كانت خضرة قبل الحين استوت حمرة. زين الضربة تخف ترى. ضربة قوية. خشمي. خشمي مو الأول. يا الوار. عور. إيه ما أقدر أعطس. مريم. الله الرحمن الرحيم. انا مو بقايل لك يوم بتفحصين الرياي اللي تلزقين فيهم، انت شو بتخبلي بي؟ وابوي روعتنا يا ابوك انت. انا رحيم يهود، خلنا بنتفاهم يا ولد الحلال، شو مستوي الحين؟ بنتفاهم؟ ان شاء الله بنتفاهم.